السلام. تبغى نقول قدم نفسك للجمهور القراء ديال مازاكو 24 ولاو كيعرفوك استجوابات اللي كنديروا على الدفاع، ولكن من جديد غتقدم لنا الاسم ديالك. الاسم ديالي الشيبي هشام مسداد جديدة من المحبين الغيورين على الفريق الجديد. هذا هو بيت القصيد. بغيت نسولك على الدفاع حسن الجديدي في الواصلين، كيفاش كتشوف؟ واش غاديين على الطريق الصحيح؟ واش خصهم شي حاجه تزاد الفريق، ولا شنو تقول لينا بصفه عامه على الفريق وعلى المدرب؟ هناك غادي نقول لك هناك نتائج متذبذبه من فينا واخرى، هناك تنشوفوا انتصار ثم تعادل ثم هزيمه، لكن ما كاينش واحد الاستقرار في النتائج. وبالنسبه للمدرب، المدرب فهو مدرب كف، يعني حقق مع فريق الدفاع الحسن الجديدي في الشطر الاول من البطوله يعني نتائج طيبه، وتنتمنى انه تبقى هذه الاستمراريه. هادشي اللي تنتمنى من الفريق ومن الاداره على الخصوص، والجمهور شنو تقول لنا؟ عندكم دعم كامل شامل. واش كاين شي سوء تفاهم بين الجمهور وبين المكتب؟ كنظن هناك سوء تفاهم بين الجمهور والمكتب. وانا اؤيد الجمهور. علاش الجمهور يريد فريق متكامل ويريد فريق يعني ديال الالقاب، باختصار فريق ديال الالقاب، خصنا فريق ديال الالقاب، يعني شومه وعيب نبقاو ديما نلعبوا على المراتب الوسطى او نشاركوا في بعض المسابقات القاريه. يعني تنتمنى من المكتب المسير تكون تهم عندهم تكون غير على هذا الفريق العريق، لانه الناس في جميع المدن المغربيه تتعرف هذا الفريق وتتهضر عليه مزيان، يعني تنتصلوا بهم وتتواصلوا معنا وتنعرفوهم كيهضروا على هذا الفريق. علاش ما تندوش من غير هذا الكاس اللي تزوجنا به مؤخرا؟ ولكن ترجع الفضل انا بكل صراحه، ماشي غادي نجيو نقولوا ضربه الحظ، يعني ترجع لي الفضل الحارس العروبي اللي تنوجه ليه التحيه. الشيء الايجابي والسلبي في فريق الدفاع الحسن الجديد، شنو اللي ايجابي واللي سلبي؟ هناك الايجابي في الفريق هو هذوك العناصر اللي كاينه، الركائز اللي كاينه في الفرقه اللي تتلعب بشكل جماعي. هناك كاين تنشوفوا فرقه غادي، يعني ماشي غادي نقولوا الفرقه لا راه ما غاديش مزيان، راه غادي مزيان، ولكن تجي واحد الوقت اللي الفرقه تتعاني كل سنه تتعاني، يعني بالتالي الشطر الاول. وهذه المعاناه علاش كترجع؟ موارد ماليه، موارد التاليه اللي جوار ما مستقرينش وهذا راجع عاوتاني الى افراط في لاعبين ديال الفريق ديال الدفاع الحسن الجديدي، ولا المدينه ولا المدرسه، امثال حمال يونس، امثال حميده، امثال اللاعب اللي قرناص، النادي قرناص، حنا تنعرفوهم، يعني تيتقاتلوا. وتنتمنى بهذا الصدى تنتمنى الشفاء العاجل لعادل صعصع، لانه تو ضحى مع المجموعه. يعني كاينين الدراري في الفرقه ولاد البلاد، حنا خصنا ولاد البلاد، لان الدور تغدى هاد الناس غادي يمشيو بحالاتهم، خصنا ولاد البلاد هما اللي تضربوا من سعد الفرقه بكل صراحه. وخصنا نطالبوا من الجهات المعنيه يتعاونوا مع الناس ديال المدرسه، لان المدرسه ما بقات تعطينا والو لحد الان، ما بقينا تنشوفوا حتى شي لعاب من المدرسه. راه حشومه وعيب، ولاد المدرسه ما بقوش يطلعوا، راه كاينين دراري صغار وكاينين دابا الان دراري في الاسبوار، خاصهم غير الدعم المعنوي والمادي باش حتى هما يطلعوا ويقولوا الكلمه ديالهم في هذا الفريق. لو بروشان ماتش مع من؟ لي بروشان ماتش غادي يكون كونتر رجا. رجا، شنو البرونوستيك ديالك؟ كيفاش كتشوف هذه المقابلة؟ المقابلة غتكون صعيبة، ما بين ماشي صعيبة علينا حنايا كدفاع الجديد، ولكن صعيبة حتى على الرجا.
مباراة تكون صعبة بين الطرفين وغتكون ندية كي تنعرفوا راه بين الطرفين. أما بالنسبة للدفاعات الجديدة فمعروف عليه أنه تقوم بمباريات كبيرة في مدينة الدار البيضاء معروف وتنتمنى الانتصار في هذه المقابلة. بس بروناستيك اللي غيكون إن شاء الله بين الرجاء والدفاع إن شاء الله غادي يكون انتصار للدفاع الحسن الجديد الهدف لصفر. إيوا هي الأمنية ديالنا خاصنا إن شاء الله لأن عندنا هاد لي ماتش لا هاد الماتش ولا الماتش ديال الأسبوع الماجي غادي يكون مباراة صعبة بالنسبة للدفاع الحسن الجديد. يعني حتى الأسبوع الماجي غادي يستقبلوا فريق الجيش الملكي لأن هناك مباريات حارقة بالنسبة للفريق الجديدي وتنتمنى له ينتصر فيه باش يعزز المكانة ديالو في سلم الترتيب. كلمة للجمهور. الجمهور اش غادي نقول ليه يشجع الفريق ديالو ورا الفريق ديالو يشجعو كيف أكثر ما تيشجعو دابا يزيد يشجعو وإن شاء الله غادي يكون غير الخير من هنا لقدام إن شاء الله. هي لما في حالتي لما لعبنا شي يعني شي كاس إفريقية هاد السنة الماجية إن شاء الله تنتمنى كذلك رسالة ليا المكتب المسير باش حتى هو يفرض الوجود ديالو باش يدير واحد التخطيط المدى البعيد إن شاء الله باش تمشي الفرقة لقدام باش تحرز على شي لقب ديال البطولة إن شاء الله. دابا يكون الرأي ديالك الخاص واش المكتب دابري توا واش منسجمين هذا المكتب هذا ديال الدفاع الجديد واش كاين شي انسجام ولا؟ بالنسبة للمكتب حنا تنشوفو نفس يعني كل سنة تنشوفو حالة السنة الفارطة كان المكتب هذا المكتب كان متجانس وهاد السنة كاين واحد ارتباك. دابا الدفاع واش كتظن هذاك التيران اللي كتلعب فيه واش مزيان تكمل فيه ولا خاصها نلقاو شي حل نلقاو شي تيران اخر؟ خاصنا ملعب يعني سمعة الفريق الدفاع الحسن الجديدي في المدينة في نفس في المدينة خاصنا ملعب يكون كيف الملاعب اللي تنشوفو في المدينة كنظن من الأحسن يكون خارج بحال ملعب في المدينة بحال ملعب يكون ملعب يعني خاصك واحد الدفاع الحسن الجديدي هادشي تنتمنى من الناس المسؤولين تنتمنى لان في حاله تبنى الملعب هناك غادي يكونوا بزاف غيكونوا مقاهي غيكونوا بزاف لي سبونسور يعني غتستافد منه حتى الفرقه غيستافد منه كلشي غيستافد منه. اما ملعب وسط المدينه راه جديده سيرات تدخل اما الجديده راه سيرات جديده راه سيرات كبر راه يعني خاصها ملعب الى قبيح راه تنشوفوا كاع الفرق الوطنيه سيرات تتبلاني باش تبني ملاعب. ايوا كنظن هذا الميساج غيوصل للمسؤولين ويديروا بحول الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.